فانت هل من المتوقع ان الاسعار تبدا تنزل تاني في العالم السنه الجايه؟ يعني الارتفاع العنيف جدا في اسعار الشحن والحدوته دي، هل هترجع تنزل؟ هل انتم متوقعين انت دلوقتي مثلا المصنع اللي بتشتري منه بيقول لك احنا هنخفض بعد شويه ولا ايه؟ يعني ولا هتفضل الاسعار طالعه كده؟ بص يا استاذ محمد، طول ما في مشكله في طريقه الامداد بالسلاسل العالميه، نظير كورونا ونظير شحن، حضرتك ما تتوقعش ان ممكن اي حد من شركات الشحن ينزل لك اسعاره. لكن ممكن نقول عشان ندي مثلا طمأنينه نوعا ما ان مش قبل 4 أشهر ونبتدي نحكم على الموضوع ده. ليه؟ حضرتك عندك الصين هتقفل للشهر الجاي اجازه السنويه. استنى بعد كده شهرين ونشوف كبس الشغل في الشحن في الصين وفي اوروبا بيعمل ازاي. حضرتك خارج من اعياد كريسماس، اوروبا قافله، هتفتح من الاسبوع الجاي، فلسه برضو شركات الشحن لسه ما فقتش بالظبط، وهيكون عندها ضغط. حضرتك شايف كورونا بره عامله ازاي. في حاجه بس انا عايز اقولها تاكيدا ان كلام الحاج حاتم، موضوع الاسعار، نرجع موضوع الاسعار ده موضوع مهم، ان في قصه العرض والطلب. احنا سوق معروض فيه كتير والمنافسه اللي فيه بتظبط الاسعار. بمعنى ايه؟ لو في تاجر عنده ايتم معين، سي مثلا ازاز الزيت مثلا، باعها ب 25 جنيه وبكره باعها ب 27 هيبيع، بعد بكره انا نزلت اشتريتها ب 30 هيبيع، بعده ب 37 ب 35. احنا بنقول للمستهلك، والكلمه اللي بنقولها برضو في الاتحاد وبنقولها في السوق وبنقولها لكل الناس، اي حد شايف ان في تجار بترفع الاسعار بدون سبب معروف او بدون سبب واضح، محدش يشتري منه. ايوه بس انا ما اقدرش استغنى عن الزيت، ما في سلع اساسيه بتتعمل، انما انا معاك في اللي انت بتقوله. عندك كم نوع زيت؟ في انواع زيت كتير معروفه. بعد اذنك بس استاذ متى، انت مع ان يقاطع المستهلك سلع بعينها لو شعر ان هناك استغلال لي؟ طبعا يقاطعها. طبعا كويس. متريش. دكتور حضرتك، انا اقاطع او اقول المقاطعة، اقول خلي البيت بتاعكم يفقس؟ لا لا، خليه عندك. مش هيحصل، مش هيحصل، مش هيحصل. الكلام ده تم العمل بيه ولا يعني ايه مش هيحصل؟ ما نجحش. لا لا لا، ما نجحش الكلام ده كله. لكن انا بقول عندي البدائل. اقول لحضرتك حاجه، انا لما يكون عندي الشركه القابضه للصناعات الغذائيه عندها حوالي 2100 فرع، 2100 فرع، انا الدوله بتتحط وتتحمل بعض الاعباء علشان توصل هذه السلع باسعار مناسبه في الاماكن دي. فانا بقول لحضرتك موضوع المقاطعه غير مجدي، وتم قبل كده. تمام، غير مجدي. غير مجدي. اولا اولا بس احنا ما نقدرش نقطع منتج مصري. اولا احنا كلنا الخضار والفاكهه تحديدا، انا بتكلم على خضار وفاكهه تحديدا، بس خضار وفاكهه كله بيزرع في مصر، ولكن اللي احنا عايزين دلوقتي نشتغل عليه التصنيع الزراعي، السلعه البديله. الدكتور عبد العزيز اتكلم، تحدث عن الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، احنا بنتكلم بقى على امان وعلى منافذ القوات المسلحه كلها مليانه بكل المنتجات، ودي بتعمل اتزان في الاسواق، دي بتعمل نوع من انواع الزياده التنافسيه. انا النهارده لما بوجد زياده تنافسيه لكل منتج ما يبقاش فيه ارتفاع لسعره. مزبوط. بغير مبرر. لكن لما يبقى مثلا زي الحاله الجويه كانت معالي وزيره البيئه، التغيرات المناخيه اللي بتشهدها العالم كله، ده بيأثر سلبيا على المنتجات الزراعيه. ده اللي احنا بنتكلم عليه، التصنيع الزراعي هو ده قطره التنميه، وده اللي احنا بنشتغل عليه، والدوله فعلا قدمت فيه شغل كبير جدا. فالنهارده انت جاي تتكلم في الزراعه، وده الصعيد، هو ده قطره التنميه، والدكتور بيكلمني في الفراخ يعني، وانت بتتكلمني في كذا. عايز اقول لكم حاجه، كلكم ضمن اطار معادله واحد، وفي الاخر هو من المفترض انت بتكسب منه وانا بستفيد منه كمستهلك. المطلوب، واحنا هنتابع الملف ده معاكم تاني، واحنا مستهلكين يعني، واحنا مستهلكين، مستهلكين برضه. احنا مستهلكين. اتفضل. المطلوب هو ايه؟ ان احنا نتوقع استمرار الحاله دي زي ما هو قال لمده 4 أشهر شويه، مش كده يا دكتور؟ تمام تمام، موافق على كده؟ انا موافق. انتوا بالنسبه لكم الخضار والفاكهه الاسعار زي الفل لغايه دلوقتي؟ مفيش عندنا منتج بيزرع في مصر او انتاج زياده معروض منه هيبقى فيه ارتفاع في اسعاره، ولا عندك حاجه ناقصه، ولا في حاجه ناقصه، ولا في حاجه ناقصه. استاذ متى الشاي، رئيس لجنه التجاره الداخليه بالشعب العامه للمستوردين من الغرف التجاريه، بشكرك شكرا جزيلا. عايش نقطه صغيره يا فندم. استاذ حاتم النجيب النائب رئيس شعبه الخضر والفاكهه بغرفه القاهره التجاريه، بشكرك. الدكتور اتفضل. عندك معالي الرئيس كان قاعد مع الاستاذه نيفين جامع بالنسبه للمشروعات المتناهيه الصغر اللي هي مش مرخصه ويتم القبض عليهم والكلام ده كله، ده موضوع في غايه الاهميه. وحقيقي احنا يمكن كلمنا المهندس ابراهيم العربي ان احنا نعمل اجتماع علشان نشوف، لان الموضوع مهم جدا، عندنا مشاكل فيه، ونخلي الناس تخش. ده ليه علاقه بالفراخ يا فندم؟ طبعا. بالدواجن؟ طبعا. عندكم مشاكل طبعًا في الصناعه؟ طبعا طبعا. ما تقلقش، هنفتح هذا الملف، لان احنا هنفتح الملف ده نفسه ان شاء الله. دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن في غرف التجاريه، بشكرك على وجودك معايا. شكرا لحضرتك. وعلى وجودكم كلكم. اسعار